بحكم شغلكم بمجال المطاعم أكيد تلتقوا بنجوم عرب، مين من النجوم بيجوا على المطاعم عندكم؟ في نجوم عرب وفي نجوم أجانب كتير تعرفنا عليها بأمريكا. مثل مين؟ يعني مثل الفنانين المطربين، يعني مثل رفينا أخونا وفي حبيب، رفقاتنا أخواتنا بيت الديك، بيت الديك عباس جعفر، عباس جعفر. محمد تعرفنا عليه بونتا كانا، عمو جورج والسوف، محمد مجذوب. عمو جورج؟ ليه عم بتقولوا عمو جورج؟ عمو جورج رفينا، يعني مثل بينا الثاني. عمو جورج الثاني لأنه هو رفقه مع البابا كثير. أنا بعرف قدي بتحبوه لأبو وديع على سلطان الطرب، وقدي هو بحبكم، فهو حب يبعث لكم هيك رسالة صوتية لما عرف أنكم رح تكون تضيوفة بيش القصة، فتفضلوا اسمعوا. أسعد مساكم، أول شيء بهنيك يا ربي على البرنامج الحلو، إن شاء الله بالتوفيق يا رب. أهلا وسهلا بسامر وسمير، سامر وسمير هالشبان حلوين اللي أنا كتير كنا محبي بقلبي ومنفتخر فيهم، نجحوا شاطرين بحياتهم والله يوفقهم، بتمنى لهم التوفيق من قلبي. أهلا وسهلا فيهم هون بلبنان بلدهم، حبايب القلب أنت يا سامر ويا سمير، إن شاء الله نجح دايما للأمين. شكرا لك أبو وديع، الله يطول بعمرك. سلطان الطرب صاحب الأخلاق الكبيرة، مش بس التاريخ الفني العظيم. بياك وأبو، شو بتقولوا له لأبو وديع؟ لعمو جورج شو بتقولوا له؟ عمو مشتاقين لك كثير نحن، وان شاء الله قريبا رح نشوفك، رح نلتقي ببونتا كانا. ليه عمو جورج؟ ليه مش أبو وديع أو جورج وسوف؟ لأنه بس نعيط له عمو بنحس في احترام أكثر بمثابة بيه هو. نعم، إذا عيطت له أبو وديع صار مثل حالة مثل أي شخص. ما نعيط له عمو في احترام. عمو اشتقنا لك والله يخلي لنا اياك يا رب، ضل فوق راسنا يا رب، ويلا سون رح نشوفك.